هنا أنا عندي الجراما سبورت اللي هي يعني مثل تركيز على فكرة هذا اليونت لحد هسه اشرح ايش اخذنا. يقول اولا find examples of the present, past and the future tenses in the text about Maurizio and Carly. يقول هاي الأمثلة اللي حلينا بيها على Maurizio and Carly, find examples of the present, past and future tense. حاولوا تحلوا لي هذا كهومورك يا أطفال يعني حتى أشوف فهمتوا أو مدى استيعابكم للموضوع. نقطة ثانية, which tenses are the two verb forms in these sentences. منطقين طبعا sentences يقول لي هي متكونة من two verb forms والone والعادية الفيرب الواحد. What is the difference between them؟ إذا كون إحنا بالفورم بالدراما references قلنا أكو أفعال تتكون من جزئين, من فعل وفعل auxiliary verb وزائد الفعل الأساسي, وأكو أفعال لا تتكون من فعل واحد. شوفوا هنا مطين he lives with his parents, he is living with an English family for a month. شنو the difference between them؟ طبعا two verb form اللي هي الثاني he is living, هاي هنا مختصر ال is ال auxiliary verb, he is living with an English family for a month. two verb form اللي هي الجملة الثانية. شنو اختلاف عن الجملة الأولى؟ من لما أنا أكون two verb form تغير لي تركيب الجملة, تغير لي tense. هنا أنا عندي past simple, هنا أنا صار عندي sorry present simple, هنا صار present continuous. هذه التغييرات الأساسية اللي حتى هسه احنا بتعلمناها في هذا اليونت. هنا نقول match the questions question words and answers. هنا مطلوب بس ال question words, لازم أتنبأ من خلال معنى ال question words إيش راح يكون الجواب بدون ما نعرف السؤال. يعني إذا الوات يسأل عن كيفية أو عن شيء, عن ما هو الشيء, ممكن نختار فد object فد يعني فد مادة ملموسة. زين هو عن شخص, وير عن مكان, وين عن زمان, واي سبب أريد تعليل سبب لماذا, how many عدد, how much كمية, how كيفية, whose يعني التملك لمن, والويتش هنا للخيارات المتعددة. أفضل إنه تحلوا لي إياها شباب, تحلوا لي إياها هومورك, لأن هذا راح يعتبر الكرام سبورت اللي هو الهومورك مالكم نقطة واحد ونقطة ثلاثة. أريد منكم الحلول توصلني على الثلاثة.